اللهم يا ولي المؤمنين، يا ولي المؤمنين، يا ولي المؤمنين، يا ناصر الموحدين، اللهم أنزل نصرك على إخواننا المرابطين في المسجد الأقصى وأكناف المسجد الأقصى. اللهم نجِّ المستضعفين من المؤمنين، فرِّج همَّهم، ونفِّس كربَهم، وأقِل عثرتهم. اللهم أقِل عثرتهم، اللهم احقِن دماءهم، واستُر عوراتهم، وآمن روعاتهم، وأقِل عثراتهم، وأجِب دعواتهم. اللهم ارفع البلاء، اللهم ارفع البلاء، اللهم ارفع البلاء، لذنا بك يا الله، عذنا بك يا الله، استعنا بك يا الله، عليك توكلنا يا الله، علقنا عريض الآمال بك يا الله. اللهم إنا نستودعك دماءهم وأعراضهم وأموالهم وأطفالهم. اللهم إنك لا تضيع شيئا استودعته، أنت خير الحافظا وأنت أرحم الراحمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرنا في المصائب كلها واخلف لنا خيرا منها.